طيبة مشاهدينا. مع حلول شهر رمضان كل عام تتسابق شركات الإنتاج التلفزيوني في العالم العربي لصناعة المحتوى الدرامي المطعم بنكهات اجتماعية وسياسية وثقافية. مصر ليست بمنى عن ذلك بل تكاد تكون سباقة. واحد من أشهر أعمالها هو مسلسل الاختيار المستوحى أحداثه من وقائع حصلت. نسخته الثالثة تدور حول ظروف عزل رئيس مصر السابق محمد مرسي. لم يكد المسلسل يبث حتى سبب جدلا ونقاشا بين من يصدق ويؤيد رواية أحداث العام 2013 في مصر كيفما جاءت في المسلسل، ومن يصفها بالمشوهة لتاريخ ليس ببعيد. هل تهدف هكذا أعمال إلى تمجيد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وتبرير أعماله؟ وأكد دواليك مع المنظومة الحاكمة من عسكر وشرطة ومخابرات أم أنها فعلا كشفت مؤامرة يحيك لها الإخوان المسلمون من أجل التغلغل في جميع مؤسسات الدولة وإخضاعها لمصلحة الإخوان؟ هل تسيطر المخابرة المصرية من وراء الكواليس على أهم شركات المنتجة وباتت هي من تتحكم بمضمونها بحيث تمرر ما يتماشى مع مصالحها وترفض الفن والفنانين المعارضين لها؟ أسئلة نطرحها على ضيفينا في المناظرة بعد قليل. ينضم إلي في هذه المناظرة من القاهرة سيد منير أديب الباحث والمحلل السياسي، ومن ستوكهولم سيد محمد سعد خير الله الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك في البداية سيد محمد، مسلسلات مصر الرمضانية هل تكشف المستور أم أنها صنيعة مخابرات تهدف لتمجيد المنظومة الحاكمة برأسها عبد الفتاح السيسي؟ لا، هو معلن طبعا، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين وضيفك الكريم. هو معلن ان شركات الدراما المصريه يتحكم بها المخابرات، ده بقاله عده سنوات والناس كلها عارفاه. ما يحدث هو للبحث عن بطولات واهيه وتجديد الشرعيه التي كانت ان انا خلصتكم من الاخوان، وللتغطيه على الترددي في جميع المستويات. مناسبه في البدايه، انا احد صانعي 30 يونيو، كنت في تلك الفتره مؤسس الجبهه الشعبيه لمناهضه اخوان مصر، وكنت رحت بعد كده البرلمان الاوروبي اقول ان 30 يونيو ثوره شعب. عندما تيقنت ان الجميع يستخدم لاعاده انتاج الجمهوريه العسكريه التي تحكم، اختلفت مع السلطه الحاكمه، ويعني كان لابد لي أن أخرج من القاهرة. لابد أن أنا أقول دلوقتي أنه هناك فشل ذريع على كل المستويات، المستوى الاقتصادي يعني كمستوى من المستويات. إحنا النهاردة بنتكلم على دولة مديونة ب 163 مليار دولار، وتبقى لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت الناطقة بالإنجليزية، الدولة المصرية تستهدف أكثر من 27 مليار دولار قروض أخرى قبل نهاية يونيو الماضي أولا. ثانيا، طيب هل الديون دي اللي احنا بنقترضها والأصول المصرية التي تباع، الأصول المصرية التي تباع، هل الفلوس تدخل إلى الخزانة المصرية؟ بأسف أن أنا أقول لحضرتك أنه البنك المركزي المصري آخر نشرة ليه في مارس الماضي، في نهاية مارس الماضي أول إبريل، مطلع أن عندنا احتياط استراتيجي 37 مليار بعدما كان 40 مليار دولار. إذن الوديعة السعودية فين؟ الوديعة القطرية فين؟ الفلوس الإماراتية فين؟ طيب على مستوى التعليم، إحنا متدينين بنتزايل في العالم، الصحة شرحه، الإسكان شرحه، المدخول بتاع الفرد المصريين، وقبل كان قبل رمضان كانت هناك فيديوهات عارف على كل المستويات تشكي من الضجر وشظف العيش. لم يتبقى إلا الدراما على مستوى الحريات. إحنا فين في الديمقراطية؟ فين في سيادة القانون؟ فين في الشفافية؟ 60,000 سجين رأي، 60,000 سجين رأي في مصر. نعم. طيب سيد محمد،
عطلة وصل عشان بس أكمل لك والضيف الكريم يرد براحته. وصلت حق اضطراف جرائم كاملة ممنهجة ضد الإنسانية بحسب تقارير Human Rights Watch ومينستي والخارجية الأمريكية مؤخرا. 40,000 مصري قتلوا 40,000 مصري على هامش العملية السيرلي في الصحراء الغربية. نحن ذاهبون إلى كارثة سوداء والرئيس السيسي يبحث عن العيش داخل غرف المرايا المتخيلة. إنه البطل خلصنا واللي عمل واللي سوى، في حين إن أنا كنت واحد مسؤول عن جبهة فيها 6,000 بني آدم. تم طلبنا انتخابات رئاسية مبكرة وكناش عاوزين من الإخوان من فشية لفشية، من فشية دينية لفشية عسكرية. طيب اسمح لي أن أعطي الفرصة للسيد منير. سيد منير، سمعت ما تفضل به السيد محمد سعد، قال إنه كان بين الشخصيات التي ترفض أخوانة مصر، ومع ذلك يرى في أعمال درامية كهذه محاولة للتغطية على فشل من ناحية وعلى انتهاكات من ناحية ثانية، ولم يعد سوى لهذه الأعمال، لم يعد هناك أي مناص إلا في هذه الأعمال من أجل التغطية على كل هذه الفجوات. ما رأيك؟ يعني اهلا وسهلا بك سيد بشار وبضيفك الكريم. هي وجهة نظر يعني انا احترمها، لكن يبقى في النهاية اننا نتحدث عن عمل فني، عن عمل درامي، عن جزء ثالث من الاختيار. كان هناك جزئين قدم في عامين سابقين، نجح الجزء الأول من هذا العمل وحقق الجزء الثاني نجاحا كبيرا، وأعتقد أن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار ربما فاق ما حققه الجزء الأول والثاني. وهنا أنا لا أتحدث عن نجاح هذا العمل مصريا وإنما أيضا عربيا، فنسبة المشاهدة ربما لهذا العمل تفوق نسب المشاهدة للجزء الأول والثاني. نحن نتحدث عن عمل فني لم يقدم من خيال الكاتب، وإنما تم الاستشهاد بوثائق ربما أكدت ما ذهب إليه النص المكتوب، وبالتالي كان انعكاس ذلك على المشاهد سواء المصري أو العربي في مصداقية ما قدم. وأعتقد أن الحلقات التي قدمت على مدار 9 أيام اللي فاتوا يعني كان يلحقها تسجيل مرئي كان يظهر حقيقة ما قدم خلال الحلقة بأكملها. وأعتقد أنه كثير من المشاهد كان بيبقى في مشهد تمثيلي ويقابله مشهد حقيقي سواء للمتظاهرين أو حتى إن كان المشهد نعم. سيد منير، سوف أتي إلى قضية هذه التسريبات، لكن أريد أن أبقى مع جزئية ذكرها سيد محمد سعد. قال إن هذه الأعمال، هذه الشركات تتبع للمخابرات التي هي تقرر ما الذي سوف يقدم للمشاهد، وهي تصقل الحقيقة على مقاسها هي وتقدمه للمشاهد. أريد ردك على هذه النقطة. يعني نحن نتحدث عن شركة المتحدة، يعني يمكن أن من السهولة بمكان أن نقول أن هذه الشركة تتبع جهاد أمني أو تتبع النظام السياسي، ومن السهولة أيضا أن ننفي ذلك. إذا كان هناك ما يؤكد أن هذه الشركة تتبع جهاد أمني وأن الجهاد الأمني هذا هو الذي يريد صناعة محتوى ومن ثم التأثير في الناس، أعتقد أن هذا الأمر ربما يكون بعيد عن الحقيقة لأسباب ترتبط بأن المشاهد التي قدمت على مدار الأجزاء الثلاثة لم تكن يعني مشاهد منحازة. كانت هناك مشاهد، على سبيل المثال إذا كنا نتحدث عن دور القوات المسلحة في الانحياز للشعب، فهناك مشاهد قدمت على سبيل المثال في الجزء الثاني من الاختيار لضباط الشرطة، ضباط شرطة ربما انحازوا إلى التنظيمات المتطرفة، ومن ثم إذا كنا نريد أو إذا كان المسلسل يريد أن يفرض صورة مثالية لأجهزة الأمن، أعتقد أن هذا لم يكن واضحا. وفكرة أن الجهاز الأمني هو الذي أراد أن يطبع صورة غير حقيقية على هذا العمل، أعتقد أن هذا الكلام غير دقيق بدليل
أنه أغلب المشاهد التي قدمت في هذا المسلسل كانت من خلال وثائق، كانت من خلال صورة أخرى حقيقية أكدت ما أخرجه المخرج أو ما كتبه الكاتب عبر الحلقات التي أذيعت حتى هذه اللحظة. نعم، نحاول هنا أن نسلط الضوء على الصورة الأكبر من هذا النقاش وحول ما تحمله هذه الأعمال في طياتها، بقدر ما نركز على تفاصيل المسلسل. عودة إلى السيد محمد سعد، سمعت ما تفضل به السيد منير، يعني بالنهاية هو عمل فني لكنه مستوحى من أحداث حقيقية، وعلى العكس هو لا يريد أن يمجد وإنما يعطي هذه الصورة التي هي غير كاملة وغير مثالية لأجهزة الشرطة وغيرها. ردك؟ ردي بس لازم نبقى في مرجعيه للنقاش عشان نبقى موضوعيين قدام المشاهد الكريم. ما اقوله عن ملكيه الدراما وصحف ومجلات ده معلن في الجريده الرسميه، ويعني لابد ان الضيف الكريم يصوب المعلومات اللي عنده في هذا الشأن. ده حاجه معلن وتقدر حضرتك يعني تتاكد، الدنيا كلها تتاكد ان ده حاجه معلنه. ده اولا. او ثانيا، نسب المشاهده التي يتحدث عنها المشاهد الكريم، انا بدعو مشاهدين A24 ان هم يروحوا لصفحات الكوميكس ليميت هيلاقوا ان جزء كبير جدا من المصريين بيتفرجوا عشان يقلشوا على المسلسل اللي تحول الى ماده للسخريه والاستهزاء. ده نمره 2. نمره 3، عاوز دوله واحده بس في الدنيا، دوله واحده يعني يذكر ضيفك الكريم، دوله واحده في الدنيا من الممكن ان تستخدم التسجيلات التي تتم ما بين سياسيين وما بين الأجهزة أو ما بين رجال الحكم في التقديم على الدراما. كل ده بيحصل فين وحصل فين؟ لأن احنا بنشوفه في الواقع المصري حاجات عجيبة جدا. نمرة 4 أو نمرة 5، يجيب لي نموذج واحد بس أي حتة في الدنيا حكم عسكر بيحتكر 87 أو 85% من الاقتصاد، ويعني أستاذنا الكبير البروفيسور يزيد صايغ عامل دراسات عديدة في هذا الشأن، جيب لي بقى نموذج بيحتكر اقتصاد المجتمع 85% منه وناجح على مستوى دول العالم أجمع، يقول لي الدولة دي نجحت فين عشان نحاول إن احنا نمصر التجربة. يا سيدي الفاضل، بجد أنا أخشى أن تتحول الدولة المصرية في القريب العاجل إلى سوريا جديدة، أخشى من هذا. وأرى أنه لابد أن ينحاز كل صاحب رأي، كل الوكلاء الاجتماعيين لكلمة الحق، لأن التاريخ لن يرحم. مصر بتمر بلحظات كارثية، احنا فينا 110 بحسب الرواية سواء تلك الموجودة في المسلسل وأيضا الرواية الرسمية، كانت هناك ساعات قاتلة، ساعات حاسمة تمر بها البلاد، تطلبت إجراءات ربما تجدها غير مناسبة لكنها ضرورية. سيد محمد سعد، أنا مش محتاج النهاردة أن أنت تدللي على الفشل المدوي الزريع لجماعة الإخوان يا سيدي. إما يكون أحد أهم رجال قطر في 50 سنة اللي فاتت محمد بن جاسم طلع في برنامج الصندوق الأسود مع الإعلامي عمار تقي وقال بالنص الناس اللي هم بيقدموه كبار اقتصاديين في اجتماع هو نظمه ما بين الإدارة الأمريكية وما بين رجال مرسي بتوع الاقتصاد، قال كنت حزين. فعمار تقي بيقول له ليه حزين؟ قال له لأني اكتشفت أن الناس دول آخرهم يفتحوا بقالات وفقط. أنا مش محتاج بعد 8 سنين أن أنت تدلل لي أن الإخوان فشلة. طب ما أنا عارف أن الإخوان فشلة، بس الإخوان دول بالمناسبة، الإخوان دول أنت سبب رئيسي في صناعتهم. أنت بانحيازك للمناهج التي تأتي لنا بالدواعش من داخل مؤسسات مصرية على رأسها الأزهر، بالتحريض اللي بيتم على الآخر على المنابر من خلال الأوقاف، من خلال حتى جامع الأزهر. فأنت الإخوان دول صنعتك، أنت جاي بعد ما أنت صنعتهم وبعد ما أنت ساعدتهم وبعد ما أنت أفرجت يا راجل عن 3000 جهادي أفرج عنهم المجلس العسكري بعد أيام، بعد أيام من ثورة يناير، تمام، لكي تدين لهم السيطرة والهيمنة على الشارع ويحصل أن هم يتحكموا في الثورة المصرية ويبقى هناك مبرر موضوعي ومشروعي لدخول الجيش على الخط. كفى بقى تلك الثنائية، المصريين خلاص فهموا لا عسكر ولا إخوان. أدعي طيب منبرك، أدعي من خلال منبرك بجد كل العقلاء في كل المؤسسات المصرية للذهاب أمس قبل الغد لانتخابات رئاسية مبكرة بإشراف كامل ومباشر للمجتمع الدولي. كفى فشل، كفى خراب، كفى دمار، مصر لا تحتمل. نعم.
طيب سيد منير، اريد ان اتي الى قضيه التسجيلات التي تطرقت اليها. هناك من يناقش ويقول ان هذه التسجيلات لا تبرئ المنظومه الحاكمه ولا تثرئ الدراما بقدر ما هي على العكس، هي تدين المنظومه السياسيه الحاكمه لنقطتين اساسيتين. الاولى كما تفضل السيد محمد سعد، عندما تبث تسجيلات سريه كهذه هذا يثبت بان المنظومه الحاكمه، بان امن الدوله يتحكم بالدراما. ثانيا، في احدى هذه المقاطع المصوره والتي يحذر فيها محمد مرسي من تغيير نتيجه الانتخابات، هذا يثبت على العكس بأنه كانت هناك محاولة أو مؤامرة لتغيير النتائج وتغييرها بشكل الذي يطيح به ويمنع انتخابات حرة وديمقراطية. هذا نقاش وارد. نعم، يعني أنت يعني النقطة الأخيرة، أنت تتحدث على أنه محمد مرسي كان يطلب عدم تغيير الانتخابات، ولكنك تركت الجزء الثاني من الآية. حذر من الفوضى، صحيح. هدد، لا لا لا، هدد بإضرام النيران. يعني سيدي الكريم، يعني هناك مصطلحات ثقيلة وسياق حديث الرئيس المعزول محمد مرسي كله يذهب إلى تهديد المؤسسة العسكرية وتهديد الدولة بالانفجار الداخلي. هذا ربما يؤكد ما قيل وما يقال الآن وما سوف يقال غد، أن كل تنظيمات الإسلام السياسي هي ليست خطر فقط على الدين، وإنما خطر أيضا على الوطن. هذا فيما يتعلق بهذه التسجيلات. أعتقد أن إذا ما قدمت أعمال فنية وتحدثت الأعمال الفنية عن ظرف سياسي أو تاريخي مرت به البلاد من 2011 أو من 2013 حتى هذه اللحظة، هتخرج الكثير من الأصوات، وده حق الأصوات إن هي تتحدث بما تريد، ولكن هتخرج هذه الأصوات لتتحدث بأن ثمت هناك مبالغة، وأن من يتحدث ويتحكم في الإعلام هو نظام سياسي لعله هو الذي انتصر في المعركة، فبالتالي سوف يقول رأيه ووجهة نظره. أما وأن الاختيار الجزء الثالث أتى بتسجيلات مرئية أكدت كل ما قدم في هذا العمل، هذا لا يقلل من شأن العمل وإنما يضيف لهذا العمل. أما النقطة التي طرحتها والتي تتعلق بأن ناجدة الأمن هي التي تسيطر على الدراما، أعتقد أن اللي ظهروا في المسلسل هم فنانين من ضباط شرطة، وأعتقد أن كان في رؤية فنية وإخراجية قدمت، وأعتقد أن كان في نص، وهذا النص سيد بشار لامس كثير من عقول وقلوب المصريين الذين عاشوا هذه المرحلة. يعني يبقى في النهاية انه من الطبيعي انه اللي قدم في العمل ده انه مش مطلوب ان الناس تصدق اللي فيه ولا ترى ان هذا العمل كان عملا جيدا بنسبة 100%. الناس نفسها يعني لم تتفق على الله عز وجل، فبالتالي لابد ان تكون هناك وجهات نظر، ولابد ان يكون هناك نقد فني، ولكن يبقى ان هذه الصوره التي قدمت وان هذه الاحداث التي عاشها المصريون، كانت هناك مسوده اخرى اكدت ما نقل عبر هذه المشاهد. اما فيما يتعلق او ما قاله ضيفك الكريم بان أجهزة الأمن مالكة لهذا العمل أو ما طرحه في بداية المداخلة من أن هناك فشل سياسي واقتصادي، يعني يبقى في النهاية أننا نتحدث في إطار عمل فني، خرجنا من الحديث عن العمل الفني وما قدم في هذا العمل الفني بأن النظام السياسي أو أجهزة الأمن حسب ما جاء على لسان ضيفك الكريم بأنه قدم هذا العمل للتغطية على الفشل. يعني سيبنا العمل وسيبنا ما ورد في هذا العمل سواء كرؤية إخراجية أو كنقد فني أو كأحداث، سواء التي نقلتها نقطة السيد محمد سعد إن هكذا أعمال هي أشبه بتبرير لوجود عبد الفتاح السيسي، و يقول هو فهمنا الإخوان فشلوا والإخوان سيئون وقل عنهم ما شئت، يريد الآن حلول للمشاكل التي تواجهها مصر. جملة منك سيد منير قبل أن نعود لسيد. أنا
نعم شوف أنا, انا هرد على كلامك، هرد على كلامك بسؤال، هو النظام السياسي هيخلق مبرر لإيه والمين؟ يعني أعتقد أن الدولة الآن أصبحت أقوى مما كانت عليه في السابق، وأعتقد أن مصداقية الدولة والتفاف الناس حوالين الدولة رغم وجود بعض المشاكل الاقتصادية، أعتقد لا يوجد أي مبرر ربما تصنعه الدراما أو تصنعه أجهزة الأمن أو يصنعه النظام السياسي، وإنما خاطبت المتحدة عبر هذا العام عقول ووجدان المصريون. أما النقطة الأخيرة وهنا أختم بها، يعني ضيفك الكريم يتحدث على أن أغلب المصريين والعرب، وهو لم ينفي أن نسبة كبيرة من المشاهدين يشاهدون هذا العام، يخرجوا حسب تعبيره عشان يقلشوا، لكن يبقى في النهاية أن هو راح شاف المجموعة اللي بتقول وجهة نظرها، لكن يبقى السواد الأعظم من المصريين والسواد الأعظم من المشاهد العربي اللي اقتنع بالعمل، مش جميل. لأنه مقتنع. طب لنعود لسيد محمد سعد. طيب اسمح لي أن أعود لسيد محمد سعد، لأنه شاف صورة مطابقة لما عاشه. طيب. وصورة مطابقة. طيب. لما أذيع من صور حقيقية عبر تسجيلات مرئية وردت في العمل. سيد محمد سعد، السواد الأعظم من الشعب المصري مقتنع بهذه الرواية، هذه نقطة. ونقطة ثانية بالحديث عن الفشل، يعني الصورة ليست مثالية في مصر، لكن انظر أين وصلت في عهد السيسي من حيث الأمن، من حيث العلاقات الإقليمية والدولية، ونحن نرى كيف الدول التي كانت على عداوة مع مصر هي أشبه بمن يستجدي بالتقرب مع مصر مجددا. يعني هذا أيضا يجب أن يحسب، أليس كذلك؟ أي علاقات دولية؟ يعني علاقات دولية اللي هي حتى انظر إلى تركيا ومصر مثلا، على أي أساس وعلى حساب إيه؟ معلش يعني عذرا، أنت كده هتخليني إن أنا يعني هخرج، بس أنت اللي دفعتني لهذا التساؤل. العلاقات الدولية اللي مثلا هنقول على سبيل المثال قمة النقب اللي كانت مثلا جاية بعد 43 سنة في نفس يوم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وزير الخارجية المصري كان موضوع الحدث إسرائيل هو يحضر ولا مش هيحضر، مش ده كان موضوع؟ وقلت كده في الإذاعة الإسرائيلية في نفس اليوم. دي حاجة. الحاجة الثانية قلت عمر ما المصريين والنظام المصري هيكون جاد في إقامة تحالف ضد الخطر الدائم اللي بتمثله إيران، وصدق حدسي ورجع سامح شكري أول تصريح لي بعد العودة للقاهرة، قالك ما بنشترطش في أي أحلام ضد أي دولة من دول الشرق الأوسط على أي مستوى. ما هي معايير قوة الدولة بالنسبة للأستاذ أديب؟ يعني هو من وجهة نظره الدولة دي تبقى معايير قوتها إيه؟ وإذا كان الأمن، فالأمن بالبطش يا سيدي، الأمن بالبطش، الأمن بيتحقق بالقمع. النهاردة مصر بتصنف كالدولة الثالثة في العالم بعد كوريا الشمالية ومينمار. طب أنت عاوز إيه أكتر من كده؟ النهاردة أنت لما يجي رجل يترأس الدولة بعد 8 سنين ما قدمش أي حاجة للمواطن، يا عزيزي أقسم بأن المصريون الآن أكثر من 85% تحت خط الفقر. الضيف الكريم اللي بيتكلم أن الناس بتتفرج مبسوطة، هو عمل إحصائية عرف أن الناس بتتكلم ومبسوطة؟ طبعا لا، إنما أنا عملت إحصائية، روح حضرتك والسادة المشاهدين والإعداد وهو يشوف لكمية القلش. لم يحدث مسلسل في تاريخ الدراما المصرية أخذ كمية القلش اللي أخذ. طب أقول لك حاجة، أقسم أنني أشاهد المسلسل يوميا من أجل أمرين. الأول لأن أنا كنت صانع للأحداث دي، أشوف الأمور ماشية إزاي. الأمر الثاني أن أنا أقعد أضحك، كما لو كنت يعني ريفريش كده عن نفسي، بحب يعني أرفع عن نفسي فأتفرج على المسلسل عشان أضحك. فتخيل مسلسل بيتكلف ملايين الملايين، ها، في الدولة اللي قال عنها رئيسها إن هي فقيرة قوي، واللي قال إن هو بعظمة لسانه معهوش فلوس يعلم، ومعهوش فلوس يسكن، ومعهوش فلوس يعالج، ومعهوش فلوس يوظف. ده رئيس الدولة مش أنا والله. وجاي بعد كل ده يروح يعمل يصرف ملايين الملايين. نعم، الوقت تقريبا انتهى. جملة أخيرة من سيد منير. سيد منير، يعني الشعب فقير بجملة لو سمحت، وبينما يصرف ملايين على هذا المسلسل، لماذا؟
يعني أولا أنا لا أعتقد أنه يعني لا يمكن أن نستثني الدراما أو الأعمال الفنية أو الثقافة أو الفن من حياة المصريين. يعني أعتقد أن هناك خطاب ثقافي وفني، وتستخدم الثقافة والفن من أجل مواجهة كل التنظيمات المتطرفة أو كل الأفكار المتطرفة حتى وإن لم تخرج من تنظيمات الإسلام السياسي. ففكرة الكراهية وفكرة العنف ربما تسكن في قلوب وعقول الكثير ممن يعارضون النظام، وهنا نسمي هذه المعارضة بأنها معارضة عنيفة حتى وإن تنتمي إلى تنظيمات الإسلام السياسي. فبالتالي لابد أن يكون هناك فن، نعم، تكون هناك دراما. نعم، أشكرك سيد منير أديب الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة، وأيضا شكر موصول السيد محمد سعد خير الله الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام المناظرة اليومية، شكرا طيب المتابعة، إلى اللقاء.